مثل ما يتكلمون عن السعادة والشقاوة، أنهم يقولون كل شيء مكتوب، ولكن أيضا الاختيار والإرادة التي يعطينا إياها مكتوبة كذلك، والمحاسبة كلها على ما نختاره وعلى ما نريد في حدود قدراتنا. إيش من إشكال عندك؟ ما هناك إشكال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. أما أن تريد عند الله أن يتساوى المحسن والمسيء، أنت ما ترضى بهذا في بيتك ولا في الكلية حقك؟ إيش رأيك؟ صلح في الكلية، لي اجتهد ولي ما اجتهد سواء، لي جواب ولي ما جواب، كلهم سواء، لأنه كلهم مقدر مكتوب ولا نخليهم كلهم الفائز الأول، إيش رأيك؟ ولا نخليهم كلهم راسبين وبس؟ هذا ما نقبله. نقبل في موازين معنا ونظام نمشي عليه، والذي اجتهد والذي جواب يستحق. وبعدين بتجي لمملكة الرب العالمين ولا خليها كذا بس، ما يحتاج جنة ولا يحتاج نار. هذا مثل واحد يجي لعند الكلية حقنا يقول لهم اسمعوا، ما يحتاج إلى نجاح ولا رسوب، ما يحتاج نجاح ورسوب، ونحن نعلم من شان ايش ونصلح ونقوم الكلية، نعد ناس يقومون بمهمتهم في الحياة واعين ومدركين ويتقنون مسألتهم. قال كل سواء، كل سواء، كل مقدر، كل مقدر، مقدر أيضا ما جاءك ومقدر اجتهاد المجتهد، لكن كل يحاسب على ما أعطى وعلى ما قدم، واللي يستحق الشكر يشكر، والذي يستحق الانحطاط ينحط، وهكذا. إذا حتى في نظامنا نحن ما نقبل ذا، وبنجيب على المملكة الإلهية وبنقول له خلبها هكذا. هذا الكلام ما يتأتى يعني.